السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور الحكومات في تطبيق البيم، هل الحكومات تقدر تفرض البيم أو الأفضل إنها متفرضهوش وتسيبه للسوق إن هو يفهم المزايا بتاعته ويطبقه اختياري؟ في دول ما ينفعش يبقى إجباري، تمام، في دول ليبرالية ما ينفعش يبقى إجباري، بس بتعمل إزاي؟ بتعمل إن لو أنت عايز تاخد مشروع من الدولة، وهي طبعا بتقوم بدور كبير في البناء، يعني مثلا الدولة ممكن تعمل مستشفيات مثلا أو تعمل خدمات وهكذا، ففي مشاريع كتيرة بتبقى تبعها. فلو أنت عايز تاخد مشروع من الدولة لازم تعمل الموديل بيم، تمام. وفي دول بيبقى إجباري، يعني لو أنت هتعمل أي مبنى حتى لو مبنى خاص بيه لازم تقول إن أنا هعمله من خلال البيم. ليه؟ على أساس إن أنت بتوفر في الهالك وبتلتزم بالوقت وبتلتزم بالكفاءة. فهو أصلا عشان تطبق البيم هتلاقي الشركة بتاعتك بتطبق على أساس إن جاي لها ضغط من فوق، تمام، زي مثلا الحكومة مثلا فرضت أو المالك قال يا إخوانا أنا المشروع بتاعي دوت لازم يكون بيم، أو من تحت السبلاير عمال يديله نماذج بيم، مفيش تفاصيل غير موجودة بيم، أو منافسة من اللي جنبيه، الشركات اللي جنبيه ده تطبق بيم، فهو بيقول لك لازم أنا أطبق. فهي الحكومة ليها دور فعال، فهي لازم تدعم الموضوع وتحط كود خاص في المعايير المناسبة للدولة ديت وتخليه إلزامي على القطاعات العامة زي ما في دول أوروبا وأمريكا. فده بيأثر على توفير التكلفة في قطاع بيستهلك تكاليف كتيرة أو صناعة كبيرة جدا فيها فلوس كتيرة. والحكومة البريطانية كانت نشرت في مايو 2011 وثيقة بتقول إن البيم شرط المشاريع الممولة من الدولة بدءا من عام 2016، وكانت بتركز إن إحنا نحسن المشتريات في المشاريع الممولة من القطاع العام في بريطانيا اللي تمثل 40% من النفقات الرأسمالية، وتساعد على تنمية يعني ممكن تشجع، يعني تقول لك مثلا اللي هيطبق البيم هنسمح له بكذا أو هنخفف الرسوم من عليه، أو مثلا القانون بيقول إن هو يبني مثلا على 50%، لا احنا هنديله ان هو يبني على 60%، تمام، بحيث انها تشجع ويبقى فيه تطبيق للبيم، لان مش الهدف ان احنا نطبق البيم، يعني مش كل ده عشان نطبق البيم ونشتغل، لا، الفكره كلها نستفاد من الامكانيات الجباره بتاعته وان احنا نبني باسلوب فعال ما يبقاش باسلوب بيستهلك وقت وجهد كتير. طيب وبالنسبه للدول العربيه، دبي أعلنت إنها بقت مدينة ذكية وفيها إدارة كافة المواقف في المدينة وفي أنظمة إلكترونية، وأصبح من ضمن الحاجات بتاعت استراتيجية المدينة الذكية إن هو تطبيق نظام البيم. فقال لك إحنا هنطبق البيم، وقال لك في الأول 40 طابق وبعد كده قال لك 20 طابق، يعني أنت تبني أي مبنى 20 طابق أو أكتر لازم تطبق بيم، والمباني اللي مساحتها 300,000 قدم مربع بيم، والمباني التخصصية والمستشفيات والجامعات وأي مبنى من فرع مكتب أجنبي اللي هو التعميم رقم 207. ده كان قالوا فيه إن هتبقى 20 طابق و200,000 قدم مربع، الأول كان 300 وبعد كده خلوها 200، والمستشفيات والجامعات وكافة المشاريع الحكومية وأي مشروع من مكتب أجنبي. وفي مشاريع كتيرة طبقت فيها البيم زي بيلد لاندنج لايف وبيلد قطر لايف والسيدات اللي في قطر.